السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غبورات هذه غبرت عليكم، وبغيت نقول لكم العواشر مبروكه، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحيحه والهنا وراحه البال يا ربي وبالرزيق. مرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد البريوات اخواتي، تشكلهم نتوما كما بغيتوا، ديال التضخيم الاعلى. اللي بغى يعض عض احسن من 10 هي هاد البريوات هادو. غادي ندوزو دابا للمكونات اللي غادي نحتاجو. عندي هنا 250 غرام ديال اللوز قليته في الزيت، وعندي هنايا 250 غرام ديال اللوز عقده، وعندي هنايا 250 غرام ديال الكركاع. ضروري تسهطوه في الفران. عندي هنا شويه ديال المسكه حره، هنا واحد جوج معالق ديال الزهر، يعني بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش بلاش، تيبقى على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لهاد اللوز اخواتي انا طحنته، يعني عندي هنا 250 غرام، درت له السكر ديال سنيده النص ديالو، 125 غرام ديال السكر سنيده. هاد البريوات هادو تيجيو ناقصين حلاوه، ما تيجيوش حلوين. دابا غادي ندوزو بسم الله على بركه الله. هادي غادي نطحنوا هاد اللوز مع الكركاع، غادي ندوز نطحنهم. دابا من بعد ما طحنت الكركاع واللوز غادي نزيد عليهم العقده ديال اللوز. كما قلت لكم اخواتي، هاد العقده هادي كتجي ناقصه السكر، يعني غادي تطفاو في العسل. درتها ناقصه السكر. هنا عندي المسكه الحره، عندي هنا مطقوقه مع السكر سنيده، هانتوما. دابا غادي هاد العقده هادي ما درناش فيها الزبده، علاش؟ لان اللوز مقلي والكركاع تيطلقوا الزيت، يعني ما كاينلاش نضيفوا الزبده باش ما تجيناش العقده محرحره بزاف، ميدمه بزاف. غادي نحاولوا دابا نبقاو نخلطوا هكا مزيان باش غادي ديك الكركاع يطلق لي دم ديالو مع اللوز، وتجينا العقده هكا مندمجه مزيان. غادي نزيد على التنسيمه ديال الزهر، نضيفو غير معلقه، غادي نضيف معلقه ديك الساعه كيلا هذا باش ما تجراليش العقده. صافي غادي نستمر هكا. بالنسبه ليكم نتوما بغيتو تضيفو الزهر، بغيتو تضيفو شويه ديال القرفه، وكنظن انا هاد العقده هذه ما كتحتاج القرفه. صافي المسكه حره كافيه، نزيد عليها الزهر. صافي غادي نبدا ندلكها مزيان حتى كتندمج مزيان، حيت كما كتشوفوا معايا دابا العقده راها مفرشه، يعني خصنا نخرجوا ديك ليده ديال اللوز مع الكوز، خصنا نخرجوا ديك ليده وترجع لنا العقده ديالنا مندمجه. نفركها انا مزيان وغادي نرجع معاكم. دابا انا جمعت العقده مزيان، دابا غادي ندوز الورقه. هنا عندي الورقه ديال البخار، كناخذوا هاد الورقه الكبيره، غادي نقص لها هاد الجوانب. واخا هاد الورقه غزاله ما شاء الله، يعطيها صحيح حتى واحد السيده تتصوبها غزاله. غادي نقطع لها هاد الحاشيه هي شويه هكا، صافي تنزولوا هاد الحاشيه هادي، وغادي ندوزو نقطعوا الورقه. بالنسبه للورقه نتوما كيبقى على حسب القياس، الا بغيتو صغيره كديروا البريوه صغيره، بغيتوها موين تديروا هاديك الشيء، تيبقى على حسب القياس ديالكم نتوما. غادي نقطعها بهذا الشكل، ندوز نقطعها كشرائط وغادي نرجع معاكم. بعد ما قطعتها غادي ندوز باش غادي نشكل هكا البريوات. كناخذ الورقه الجهه الرطبه تنديرها على سطح العمل، الجهه الماسه، والجهه الحاشه تنديرها من الداخل. كناخذ هكا واحد الكره ديال العقده ديالنا، وتنحاول هانتوما تنحاول نبقى هكا. ودابا غادي نحاول باش نعمر ديك القناه باش تجيني عامره من القناه. هانتوما انا تنخدم البريوه وانا تنعمر القناه، هانتوما باش تتجي عامره
شفتو هانتوما، دابا غادي ندوز غادي نشدها بالبيض. انا عندي هنايا البيض، ها تندير غير شويه ديال البيض. البيض بلدي تيكون صفر بزاف، هانتوما صافي. هذه هي البريوه ديالنا هانتو. غادي نعاود معاكم، زعما الورقه تبارك الله ما شاء الله غزاله. شوفوا البنات شي ورقه ديال البخار اللي تتكون هكا، شي سيده اللي تتصوب هكا زوينه وخدموا بها، غادي تساعدكم بزاف في الخدمه. انا دابا هيت نجرب هكا كنشارك معكم هاد الجوج، مازال عاد غادي نكور العقده ديالي كامله باش تسهل عليا الخدمه، وعاد غادي نجلس نخدم. هانتوما انا كنجلس، انا كنجمع البريوه ديالي، وانا كنعمر القناه حيت هاد العقده هادي شويه تتكون معلكه مع الكركاع واللوز. ها انا كنعمر القناه مزيان. ولا بان لي بحال هاد الطريف هذا زايد، تنقطعوه هكا بالمقص. شو هادي البريوه ديالي، تيبقى نتوما القياس كتحكموا فيه، بغيتو تصغروا ولا تكبروا تيبقى على حسب الذوق ديالكم. والورقه من طبيعه الحال اللي كتخدموا بها هي كتخدموا، واللي هذا باش ما تمشيش لكمش مع دابا الحال بات تنديرها في بلاستيكه. صافي تنبقى هكا ماشيه بهذا الشكل هذا اخواتي، حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. هانتوما كنحاول نعمرهم مزيان باش ما منين نجيو نقليو البريوه ما يتحرقولناش الجناب، هانت باش يجيونا الجناب عامرين. مع البيض تيلصق، هانتو تنحاولو نديرو هكا نقادوها مزيان. هادي هادي البريوه ديالنا. صافي اخواتي من بعد ما غادي نسالي غادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا من بعد ما ساليت البريوات ديالي كاملين، هانتوما هاد الخير هذا كنغطيهم ضروري باش ما هذا باش الورقه ما تشنتفش بالبرد، كنغطيهم. بالنسبه للعسل يعني ملي كنديروا هكا شي حاجه زوينه ضروري ما كنديروا عسل اللي هو زوين. هانتوما اخواتي نصوبتو في الدار بالزهار وبالمسكه الحره وديك شي على حقو طريقو، وتنزيد حتى هاد العسل هذا الزمزمي زوين بزاف بزاف زوين هكا في البريوات الشباكيه كلشي كيجي غزال. دابا هنا عندي الزيت كما كتشوفوا معايا، عندي واحد المقله كتسخن ديال الزيت. بالنسبه للبريوات ملي كيسخن الزيت وكنحطوهم فيه كنردو العافيه متوسطه، ما كنخليوهاش مجهده باش ما كتشوطناش الورقه من برا وكتبقى لنا البريوه من الداخل بحال اللي كتجي ملي كتعضوها ما كتجيش ديك التقرمشه، ما كتجيش ديك البريوه واقفه. صافي راه الزيت دابا بدا يسخن، غادي نخلي هكا نبقى تنقلي، نحط بعدا البريوه في المقله ونخليها ما نقصهاش في الاول، نخليها حتى تبدا كتقبطها في راسها وعاد ديك الساعه كنقلبها. وراك تبارك الله عليكم ما شاء الله كلشي تيعرف يقلي، حيت جميع المؤسسات فين هي الحكمه ديالهم، هي في المقابله في القلي ديالهم في التعسل ديالهم باش تيجيو ناجحين. اما في التشكيل ديالهم والعقده ساهله، ولكن في القلي ديالهم تما فاش خصك ترد البال باش ماشي غير تخرج البريوه من الزيت وتعسلها وتحطها تلوالك دغيا. صافي اخواتي غادي نخليهم هكا، نخليها حتى تقلى لنا البريوه وعاد ديك الساعه غادي نرجع معاكم بعد ما تحمر. دابا البنات من بعد ما بداو يقبطوا في راسهم كما كتشوفوا معايا تنبداو نقلبوهم.
باش تيجيونا محمره باش كتجي الورقه محمره مزيان. تنبداو هكا تنقلبوهم شويه بشويه كما كتشوفوا معايا، ما تيطرطقوا ما حتى شي حاجه، يعني البريوه ديالكم كما تتصوبوها كما كتبقى. ها نتوما حبيباتي داكشي زعما غزال ما شاء الله. كني تنبداو هكا نقلبوها، واخا تشوفوها نتوما بحال دابا هاد البريوه كلهم راه باقين ما تحمروش، يعني ملي كنبقاو نقبلوهم هكا تنقلبوهم ونشقلبوهم كما كيقولوا تيجيونا الورقه ديالهم طيبه مزيان مقنشه، تتجي الورقه مقنشه ماشي مخطوفه. هادشي اللي بغيت زعما نوصل للاخوات اللي ما سبق لهمش زعما هكا نشحت معاهم هاد الطريقه هادي، اما اللي تبارك الله عارف راه ما شاء الله عليه. صافي غادي نستمر حتى يتحمر لي البريوه، وديك الساعه غادي نطفيها في العسل. دابا ها البريوات تحمروا، ها نتوما البريوات راهم تحمروا كما كتشوفوا، العسل راه بارد ما دفيتو ما حتى شي حاجه باش يقبط لنا هكا، تجينا البريوات معسلين وقبط فيهم العسل، خص يكون العسل بارد. ها نتوما اخواتي، ومني تشوفوا بان المقله ديالكم سخنت مزيان طفوا المقله شويه تبرد، غير طفى شويه وعاود شعلوا المقله وجلسوا كملوا الكميه اللي عندكم باش ما يتخطفوا لكمش البريوات كما قلت لكم. انتم اخواتي شوفوا الزيت راه ما شاء الله كما حطيتها في المقله كما باقه، يعني البريوات ما طرطقنا ما حتى شي حاجه. ثم ما شاء الله يا سلام، تيشهيو تيشهيو ما شهيتكم البنات، صوبوهم بصحتكم وراحتكم راهم تيجيو غزالين وهائلين. صافي غادي نخليوهم هنايا هادو يتعسلوا لنا، تقبط فيهم هكا العسل، وغادي ندوز مره واحده اخرى عاوتاني نحط البريوات ونقلي. صافي غادي نستمر حتى نسالي ان شاء الله ورجع معاكم. هانتوما اخواتي البريوات ديالنا من بعد ما شبعوا عسل، شوفوا كي كيجيو، تيجيو غزالين ديال التضخيم الاعلى. تحطوهم لوليداتكم الضيوف ديالكم شي حاجه ديال تحمرت الوجه كما كنقول لكم، عضه خيار من عشرة. هانتوما انا خليتهم واحد ساعتين دالمكانه في العسل باش يتشربوا هكا العسل مزيان. ودابا غادي ندوز باش غادي نحتفظ بهم، غادي نحتفظ بهم اخواتي في الكونجيلاتور، من الاحسن حتى طيبوهم وتعسلوهم عاد احتفظوا بهم، كيبقاو لمده سنه ما تيطرى لهم حتى شي حاجه، يعني شحال ما بقاو لك في الكونجيلاتور تيبقاو غزالين. اما الا احتفظتوا بهم خضر يعني باقين ما معسلينش ما مقليين ما معسلين تيلواو، يعني اولا ملي تجي تقليهم تيطرطقوا. انا كنفضل نحتفظ بهم وهما معسلين تيبقاو كما عاد قليناهم، يعني كنجبدوا واحد القدر تنحطوه وكيبقاو زوينين وغزالين. بالنسبه للبريوه ديالنا كما كتشوفوا معايا، يعني البريوه ما طرطقوا ما حتى شي حاجه. نتوما انتما اخواتي شوفوا معايا جاوا رائعين غزالين، كنتمنى تجربوهم غادي يعجبوكم، متاكده بان غادي يعجبوكم ان شاء الله. ما تنساونيش من اللايك، ما تنساونيش من التعليق الزوينه ديالكم، اللي طبق هذه الوصفه هذه قولها لي في التعاليق. وتنشكركم بزاف، اللي سقسى فيا الله يسول فيه الخير والرباح، وتنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بالسلامه عليكم.